ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. عايز اقف عند حتة صمويل وحتة ان ولاده ما طلعوش ولاد كويسين زي ما تقال انهم اخذ رشوة وعوج القضاء. في رأي الحقيقة مش عارف مصدره يعني بيستند او ايه اسانيده، بيقول ان هم غالبا كانوا كويسين وعشان كده اترشحوا انهم يعملوا بعمل القضاء، لانه عمل القضاء ما كانش وراثي مش زي الكهنوت. الكهنوت كان وراثي. الكهنوت كان في سبط مين؟ سبط لاوي، وتحديدا في عشيرة ولاد هارون. وكان بقية السبط زي الشمامسة، يعني ناس مساعدين في الخدمة لكن مش كهنة. فالسبط كله للخدمة، ولكن كان الكهنوت في لاوي، وعشان كده كان الكهنوت وراثي. لكن قضاء ما كانش وراثي. ولكن يقال انه الناس شافوا ان اولاد صمويل كويسين، ويبدو ان اللي افسدهم المركز. الحقيقه بقول الراي ده قريته ما اعرفش اسانيده ايه، لكن بصرف النظر عن صحه هذا الراي من عدمها انا مش متاكد بقول من ده، لكن الحته اللي تشغلنا انه ما يكفيش انه الشخص يقول انا في الكنيسه فولادي في الكنيسه، مش كفايه. صحيح شيء مهم جدا ان انا ابقى في الكنيسه ولادي في الكنيسه، لكن لازم اكون بتواصل كويس مع ولادي، لكن لازم اكون عيني عليهم زي ما شفنا ايام عالي الكاهن انه سمع عنهم انهم ماشيين غلط، سمع لكن هو مش شايفهم، هو مش عينيه على اولاده، هو مش قريب منهم، هو مش شايف، هو ما حرصش انه يسلمهم مبادئه. دي نقطه في منتهى الاهميه. ازاي ان الواحد يبقى حريص انه بيكون علاقة إنسانية أبوية أمومة، لكن في الآخر هدفها أن أنا أسلم المسيح، أسلم المبادئ بتاعة المسيح، فكر المسيح أسلمه لأولادي. وبالتالي صمويل بعظمته، قلت لكم أن صمويل ده حاجة كبيرة جدا، لدرجة أنه في سفر أرمية ربنا قال لو وقف بيه موسى وصمويل مش هسمع للشعب. يعني شوفوا قد ايه، يعني عايز يقول قد ايه موسى وصمويل دول عنده كبار قوي. لو موسى وصمويل بحالهم، ده ربنا اللي بيقول في أرمية 15، لو وقف بيه موسى وصمويل فلن اصفح عن الشعب. ليه؟ لان خطاياهم زادت قوي لدرجه انه شفاعه موسى وصمويل مش هتؤثر. فعايز اقول على قدر قد كده كان صمويل من العظمه والروحانيه والكبر عند ربنا، لكن ولاده غلطوا. وبالتالي لا نكتفي بان احنا نقول ولادنا احنا بنروح الكنيسة ومربينهم في الكنيسة، لكن لابد ان احنا نتواصل مع ولادنا كويس. واعتقد انتم يعني الناس اللي عندهم ولاد هنا، هو مجتمع مش سهل، مجتمع منفتح، ولازم نفكر بطريقة مش عادية، بطريقة مش تقليدية. مش يكفيش ان احنا نجبرهم على حاجة ولادنا، ما يكفيش ان احنا مجرد نحطهم في الكنيسة، لكن لازم نكون على تواصل وحب يصنع قنوات تنتقل من خلالها مبادئنا لولادنا. هقول دي تاني، المحبة اللي ما بيننا وبين ولادنا، المحبة المتنوعة الوجوه اللي في اللعب واللي في الكنيسة واللي في الجد واللي في الأكل واللي في الشرب، المحبة الواسعة المتسعة ديت، على قد ما احنا نقدمها لولادنا على قد ما بتفتح قناة تنتقل من خلالها مبادئنا ليهم. ومبادئنا مش مجرد بس مبادئ، لكن أقول يتنقل المسيح مننا ليهم. طبعا ربنا يدي نعمة لكل الأولاد. أي يا دينا ده موضوع كبير ممكن ما نخلصش فيه، بس أنا كنت بس جات تسير على صمويل. أعتقد كل بيت مسيحي بيقرب ولاده لربنا بطريقة أو بأخرى، يعني طبعا كل واحد باللي تربى عليه. بس الفكرة إمتى خصوصا في سن المراهقة يعني نوصل الأولاد ربنا بطريقة يعني more interesting وما يبقاش بوشينج، لأن الولاد مش متعودين على كده. متعودين، بس إحنا من كتر ما إحنا بنحاول نزيد. لا مش متعودين على البوشينج في الاتهالي مدرسة، مش ما بتعلمهمش كده خالص.
we know that we have this before. You talked to me about that. So يعني كل الكلام ده بيبقى بالنسبة لهم متكرر ومش عاوزين يسمعوه تاني. بس احنا في نفس الوقت عاوزين نفضل نكرره لهم عشان ما يتمسحش من عندهم. انا هخرج كده بره يعني يوم ربنا ينيح نفسها مدام ليزا لما تنيحت فجي احفادها تكلمهم في الجنازة عنها واكتر حاجة شغلتني انا اتكلمت في الجنازة اكتر حاجة شغلتني ازاي انه اكيد هي ما كانتش بتعرف انجليزي انا ما كنتش اعرف بس قالوا لي اه طبعا هي جت هنا 65 سنة مثلا ولكن احفادها اللي هم يمكن ما بيعرفوش يتكلموا غير انجليزي لكن بيتكلموا عن جدتهم في فرق ثقافة وسن وجيل ولغة ولكن في لغة حب فأنا عايز أقول أنه الصمام الأمان الوحيد اللي ممكن يتنقل من خلاله كلامنا اللي احنا يعني هم بيقولوا أنه you have talked with me about before واللي بيقولوا كلام كتير بخصوصه هو ده الضمان الوحيد أن الكلام يتنقل ليهم إزاي محبتنا ليهم وزي ما بقول المحبة مش مجرد احنا دايما المحبة ده يعني خلي شوفي كده أب وأم بيكلموا ولادهم أنا جبت لك وعملت لك ودخلتك مش عارف إيه وشلت لك فلوس إيه عشان تخش كلية إيه مش عارف إيه وكلام حقيقي وكل حب بس يمكن مش ده اللي هم عايزينه هم عايزين تواصل ودفء وحضن وزي ما بقول أنا قلت محبة متعددة الوجوه متسعة في اللعب وفي الجد وفي في الأكل وفي الشرب وفي في الخروج في الخصوصيات في كل حاجة وبالتالي أعتقد ده الطريقة الوحيدة مع طبعا أن أنا أحط في ذهني متغيرات يعني ما أقدرش زي برضو مرة كنا بنتكلم هنا أنه ما أقدرش أخلي أولادي مصريين في أمريكا يعني مش هتيجي لكن في نفس الوقت مش هخليهم أمريكان بالطريقة اللي مش ممكن نقبلها اللي مش تنفعش مع مسيحيتنا فإزاي لازم نتعامل مع المتغيرات ما ينفعش نبقى كده جامدين هي كده وانا خدتها كده واستلمتها كده واحنا اتربينا على كده هديها كده مش هياخدها بل بالعكس هيكون رد فعله انه هيسيب ده كله هيرمي كل ما يخصني مش عارف تكون الإجابة يعني يعني طبعا ده موضوع التربية ده موضوع كبير وانا شخصيا بتلمس فيه لسه يعني انا بحاول افهم الاولاد بيفكروا ازاي لان احنا محتاجين ندخل عالمهم الحقيقي يعني عالم لانه احنا عالم مختلف عن اللي اتربينا فيه اذا كنا احنا في مصر الدنيا مختلفه من جيل لجيل يعني التغييرات شديده جدا في مصر على فكره لكن فما بال بقى كمان مع فارق ثقافي واجتماعي ومدارس مختلفه وفكر مختلف يعني فنرجع المهم اللي عايز اقوله ان احنا صمويل بالعربي كده بجلالة قدره ولاده ما طلعوش كويسين قوي فده يخلينا ان احنا نقول نهتم جدا ازاي نقدم لاولادنا ونوصل لاولادنا المسيح اللي هو الضمان الوحيد ومفيش ممكن يوصل ده غير من خلال الحب المحبه هي الوحيده اللي تقدر تبين صوره المسيح وتعكسه وتخلي مبادئه مقبوله ف ندخل بقى في الحته الثانيه حتة إن الشعب ابتدى يطلب طلب جديد خالص على فكرة احنا ما بين الإصحاح السابع والإصحاح الثامن فيه بحوالي 20 سنة النقلة دي فيها 20 سنة احنا النقلة في اللي فات احنا شفنا في الإصحاح الرابع كانوا معتمدين على نفسهم اتغلبوا من التابوت التاخد صرخوا لربنا قدموا توبة لما قدموا توبة وقالوا لصمويل صلي عنا انتصروا في الحرب عدت 20 سنة وزي ما بيقول نجيب محفوظ قافت حارتنا النسيان والإنسان الحقيقة دي بالنسيان ده مش قافة الحارة بتاعت مصر يعني لكن ده الإنسان كتير قوي بينسى يعني قابلت هنا كنت برضو بقولها في عزة هنا قابلت واحد من أسبوعين أو 10 أيام راجل أمريكاني من أصول ألمانية وحضر الحرب عنده 77 سنة حضر الحرب العالمية الثانية هناك في أوروبا وقال لي بعد الحرب العالمية الثانية كان في ألمانيا نهضة روحية شديدة جدا لدرجة أنه لحد سنة 55 الحرب العالمية الثانية انتهت 1945 لحد سنة 55 كان في تسيب بيت والتاني تلاقي دراسة كتاب مقدس الناس كانوا بيدرسوا الكتاب المقدس في كل بيت
عشر سنين وابتدى الايه المنحنى تاني ينزل. طب ايه اللي خلاهم بعد الحرب؟ الضيقه. في الضيقه الناس دي ايه ترجع لربنا، وبعد كده الافه بتاعت الايه افه النسيان. هي نفس الحكايه، كانوا مع ربنا وصرخوا ربنا انتصروا في الحرب، وبعدين ترجع الحكايه ايه تاني تتلخبط، ويبتدوا يقولوا فالان اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. فساء الامر في عيني صمويل. ليه ساء الامر في عيني صمويل؟ سببين. طبعا جزء منه نفسه، ما هو انت لو يبقى هو ملوش ما هو قائد الشعب، يبقى انت ايه الواد ده خلاص احنا زهقنا بقى شوف لنا حد تاني غيرك. فساء الامر في عيني صمويل اذ قالوا اعطنا ملكا يقضي لنا. فمن ناحيه ده كلام ضد صمويل نفسه، ناحيه تانيه ده كلام ضد ربنا. لانه ليه بقى؟ حاضر. هو اولا ربنا في الاغلب انه كان هيقيم لهم ملك، بس اولا هم تعجلوا الامر، ثانيا دوافعهم يعني ممكن خد كلمه يهوذا، انا هطلع بره الموضوع دي. خد كلمه يهوذا لما شاف المراه اللي سكبت الطيب عند المسيح على المسيح، قال ايه؟ اي كان يمكن يباع هذا لهذا بثمن كثير ويعطى المساكين. هل في الكلام ده وحش؟ في احلى من كده كلام؟ في احلى من كده كلام؟ ده كلام جميل جدا، ده راجل هدفه المساكين. طيب ايه مشكله الكلام ده؟ النيه اللي جوه. نفس الحكايه مع الشعب، هم بيقولوا عايزين ملك وربنا ما عندوش مانع يديهم ملك، لكن هم عايزينه ملك زي كسائر الامم. هنشوف هيقولوا الكلام دوت، عايزين زي بقيه الشعوب، هم مش عايزين ملك من ايدين ربنا. وهنشوف ازاي انه دوافعهم كانت غلط. فاحيانا المشكله مش في الكلمه، وعشان كده ممكن الانسان اتنين يقولوا كلمه كويسه والدوافع ودافع واحد غير دافع التاني، فتطلع مقبوله من واحد ومش مقبوله من التاني. واضح الفكره؟ وهنشوف الكلام دوت. فالان اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. يبقى دي اول مشكله في ايه؟ في الطلب، انهم عايزينه كسائر الشعوب. فساء الامر في عيني صمويل اذ قالوا اعطنا ملكا يقضي لنا. وصلى صمويل الى الرب، فقال الرب لصمويل اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لانهم لم يرفضوك انت بل اياي رفضوا حتى لا املك عليهم. ربنا عارف قلوبهم، فهم رفضوا ملك ربنا. حتى لو طلق كانوا بيطلبوا ملك، ولكن بيقولوا يا رب عايزين ملك من ايدك، لكن هم لا، هم عايزين ملك كسائر الايه؟ الشعوب. عارف واحد بيتشبه بس بالناس بتعمل كده هعمل كده، لكن مش علشان هم حاسين ان هم عندهم اله هو اللي هيديهم ملك مختلف، لان الههم مختلف. واضحه الفكره؟ الفكره دي مثلا فكره مهمه قوي، ان الواحد مثلا زي مثلا ولادنا اللي طالعين في مجتمع مختلف، ازاي يحس ان هو مختلف؟ هو ياخد بالمجتمع ما يعاديهوش وما ينعزلش وما يرفضش المجتمع، ولا في نفس الوقت عشان ما يبقاش في صراع، ولا في نفس الوقت يمشي ورا المجتمع كده عمياني، هو لازم يحس ان هو مختلف وعنده مبادئه الخاصه اللي هو فخور بيها يعني. فكانت دي مشكلته. فقال الرب لصمويل اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لانهم لم يرفضوك انت بل اياي رفضوا حتى لا املك عليهم، حسب كل اعمالهم التي عملوا من يوم ما اصعدتهم من مصر الى هذا اليوم وتركوني وعبدوا الهه اخرى، هكذا هم عاملون بك ايضا. دي طريقتهم، رفض ومقاومه وفكر عالمي، ويفكروا دايما زي بقيه الشعوب. ولما خرجوا من مصر قالوا فين قدور اللحم والبطيخ والكرات، وليس لنا في قبور هنا في مش في قبور في مصر عشان نموت هنا في البريه. في التذمر ورفض ومقاومه دائما. فالان اسمع لصوتهم، ولكن اشهدن عليهم واخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم. هيقول لهم بقى الملك اللي هيختاروه او اللي هم هيعجبهم هيكون شكله ايه. انا عايز اقف عند نقطه مهمه قوي، ان الطلب ربنا مش فرحان بيه لكن هيلبيه. مره حد راح لحد من الاباء بيقول له صلي لي يا ابونا، فقال له يا ابني ربنا يديك حسب قلبك. قال له لا يا ابونا بلاش حسب قلبنا، خليها حسب قلب ربنا. ها بلاش لو حسب قلبي، من قلبي مش ناقي، اديني حسب قلبي، قلبي مش حلو. هو قلبهم وحش، فقال لهم انتوا عايزين كده خلاص. لما الانسان يصر، عارف واحد بيطلب حاجه غلط مثلا من باباه، انا عايز دي انا عايز دي انا عايز دي، يا ابني هتضرك، يا ابني غلط، يا ابني وحشه، يا ابني مش مفيده، يعمل ايه الحل في الاخر؟ ايه خلاص خد جرب، ما لهاش حل غير كده.
يعني احيانا مثلا الطفل عايز يمسك حاجه سخنه، فاحيانا تسيبه حاجه بسيطه كده وانت تحت عينيك بس عشان يعرف انه ما يجيش جنبها. فنفس الحكايه، وبالاخص ان ربنا بيحترم حريه الانسان. يعني يمكن في فرق بين التشبيه بتاع الطفل ان الام او الاب مسؤولين عن الطفل، لكن 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 الانسان له حريته، ودي توري ان ربنا يحترم حريه الانسان. نقطه في منتهى الاهميه، ان ربنا بيحترم حريه الانسان، واللي بيصنع مصير الانسان اختياراته الخاصه، اللي بيصنع مصير الانسان اختياراته الخاصه. ولكن اشهدن عليهم واخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم. قل لهم بقى مين الملك اللي هيملك عليهم، اوصافه هتبقى ايه، وهيعمل فيهم ايه. فكلم صموئيل الشعب الذين طلبوا منه ملكا بجميع كلام الرب، وقال: هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم، ياخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه، فيركضون امام مراكبه. هيبقى ملك معتني بالأبهة، الناس بالنسبه له قاعدين بس ايه يخدموا على عظمته. ويجعل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء 50، فيحرثون حراثته وحراثته، ويحصدون حصاده، ويعملون عدة حربه وأدوات مراكبه. ويأخذ بناتكم عطارات وطبخات وخبزات، ويأخذ حقولكم وكرمكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده، ويعشر زروعكم وكرمكم ويعطي لخصيانه وعبيده، ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله، ويعشر غنمكم وأنتم تكونون له عبيدا. فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم. خلوا بالكم، الذي اخترتموه لأنفسكم، أنتم اللي اخترتوه. هتقولي طب ما الكلام على شاول وربنا اللي هيرشحوا ليهم، بس هو بيرشح لهم على مقاسهم بطلباتهم زي ما هم عايزين. وعشان كده اول ما شاف الملك قالوا له ايوه هو ده اللي احنا عايزينه. عارفين حد فهم طلب واحد مثلا رايح يشتري عربيه، عايز عربيه شكلها حلو، عربيه بتعمل مشاكل فيها مشاكل، لكن هو عاجبها كده خلاص خدها خدها واتعب بقى. هي نفس الحكايه، رب هم عايزين ملك بالشكل، ربنا قال لهم هيعمل فيكم ويسوي، وهو هيرشح لهم، يقولوا اول ما يقول لهم على شاول ويشوفوا شكله يقولوا ايوه هو ده الملك اللي احنا عايزينه. لكن مش ده اللي في قلب ربنا، اللي في قلب ربنا واللي في فكر ربنا واحد تاني خالص ما يتحسبش. لما فاكرين لما هنشوف بقى ازاي لما صموئيل راح يختار داود ما كانش في الحساب. ده يسى جاب ولاده 1 2 3 4 5 6 7، بعدين قال له ولا حد من دول، قال له يكونش يعني السابع الواد الصغير الثامن، مش السابع الثامن، الواد الصغير اللي اسمه داود ده انا ما كنتش حاسبه، اهو اللي مش محسوب ده هو اللي ربنا بايه بيشتغل بيه. وولد صغير لما شاول لما راح يقابل جلياد داود قال له على الاقل انا كلب جاي لي بنبله وحصى ولا زلط تخد تضربني بيه. فهو ربنا حساباته كده. فهنشوف، انا بس عايز اوضح نقطه مهمه، ربنا اللي رشح لهم شاول، لكن ده اختيارهم، عشان بس دي نقطه مهمه قوي. الناس تقول طب هو ربنا اللي اختاره لهم، لا، هو ربنا اختاره لهم بحسب طلباتهم ومعرفته بفكرهم وقلبهم، وهو دوت اللي هيعجبهم. وعشان كده ده اللي ربنا اعتبر انه اخترتموه لانفسكم. النقطه دي في منتهى الاهميه، بتعمل مشاكل مع ناس كتير، انه ما ربنا هو اللي بيعمل كل حاجه، ربنا هو اللي بيفرض، ربنا ما بيحترمش حريتي، ربنا هو اللي بيخلي ناس كويسين وناس مش كويسين. لا، غير صحيح. فاستصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لانفسكم. فلا، طبعا لو معانا انا جينا القصه يبقى حلو ان احنا نحط كلمه تحت اخترتموه لانفسكم، دي كلمه مهمه قوي. فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم، فابى الشعب ان يسمعوا لصوت صموئيل. الكلام ده كان تحذير ولا مش تحذير؟ بيقولوا له الملك هيعمل فيكم ويعمل فيكم ويعمل فيكم، يا هم يردوا بايه؟ يقول لك ايه؟ فابى الشعب ان يسمعوا لصوت صموئيل، وقالوا لا بل يكون لنا ملك. عايزين كده، دي تاكد فكره ايه؟ ان حته فرعون، قسر الرب قلب فرعون، دي برضه حته احيان كتير الناس تصطدم بيها، يعني ما هو قسر الرب قلب فرعون، يبقى هو اللي قسى قلبه، مش هو اللي قسى قلبه، هو ربنا شال ايديه من عليه وسابه يلا.
كمل في قساوتك، بس أنا هستخدم ده وهستخدم ده. ربنا استخدم قساوة فرعون لحساب خطته ومجد اسمه وأنه يبان عمله مع شعبه، صح، لكن استخدمه مش معناها أنه أنا لما بستخدم شيء، لما بستخدم المايك ده، المايك ده جامد، ده مش حي، مش كده؟ فأنا ملوش إرادة، هو بيعمل بحسب إرادتي، أنا بستخدمه. ربنا لما بيستخدم الإنسان بيستخدم إرادته الحرة، فالإنسان بيعمل بإرادته الحرة وربنا يدخلها في الخطة الكبيرة. واضحة الفكرة؟ دايما أشبهها بالشطرنج. إيه أقوى قطعة في الشطرنج؟ الملك. لا، ده أضعف قطعة، أضعف قطعة الملك. الملك ضعيف، بيتحرك حركة بسيطة نحاول نحميه. الوزير أقوى قطعة. فمفهوم كده أنه لو أنا اللي قدامي بيحاول يضغط على الوزير بتاعي عشان يأكله، فأنا ممكن أطمعه في الوزير وهو فاكر أنه كده بيقرب من أنه يكسب أقوى قطعة في عندي في الجيش بتاعي، وبعد كده أنا موت له الملك. هو ربنا حسه بيعمل كده، يعني يبدو أن الشيطان خلاص امتلك وقوي ومسك وتمكن، وبعدين يكون ربنا سايب حتى المنظر ده اللي هو يبدو فيه أن الشيطان، يعني شوفوا همان، همان عمال يكبر والمرسوم لا ينسخ، مرسوم لا ينسخ، شريعة مادي وفارس التي لا تنسى، أن يباد اليهود قفلت، هتتحل إزاي دي؟ والمرسوم خلاص خلص واتمضى، وهمان هيبقى حاجة كبيرة، ورايح يقول أنا، يعني لما الملك قال له ماذا يفعل للرجل الذي يصر الملك بأن يكرمه، فقعد بقى يعني آسف في التعبير يتمطع يعني كده، ويقول عايز كذا ويعمل له كذا وكذا. قال له طب اعمل ده المودخاء، طبعا يعني منتهى الايه، منتهى الصدمة. فعايز اقول انه القصة الرب قلب فرعون ديت، ان ربنا سابه لقساوته بإرادته الحرة. وهنا الشعب نفس الحكاية، بإرادته الحرة اختارهم ايه، شاول، وقالوا لا بل يكون لنا ملك، عايزين ملك. وربنا لما هم اصروا الاصرار ده قال لهم طيب هرشح لكم بقى اللي انتم عايزينه، وهنشوف ازاي هيستقبلوا شاول استقبال يعني هينبسطوا بيه قد ايه. فابى الشعب ان يسمعوا لصوت صموئيل ويقال لا بل يكون لنا علينا ملك فنكون نحن ايضا مثل سائر الشعوب. تاني ايه هم شغلهم ايه؟ زي يبقوا زي بقيه الشعوب. مش شغلهم انه ربنا اللي يختار لهم الملك اللي هو يشوفه، هم عايزين ملك زي سائر الشعوب. ملوك وسائر الشعوب ملوكهم عاملين ايه؟ ملوك يعني مفتريين، وملوك مش بيذلوا شعوبهم وبيتعبوهم ومنظر، وهم ده المنظر اللي هم عايزينه. عشان كده لما ربنا اختار لهم شاول ضخم واطول من اي واحد، مش عارف من كتفه لفوق، انبسطوا بيه قوي. هم عايزين زي سائر الشعوب. فنكون نحن ايضا مثل سائر الشعوب، ويقضي لنا ملكا ويخرج امامنا ويحارب حروبنا. هو اللي هيحارب لنا، مش ربنا. ما مش راضيين ايه يتعلموا، ما لسه الدرس ما بقى، بس هو 20 سنه دي كتير في عمر الناس، مع ان الحقيقه بيعدوا بسرعه قوي، لكن 20 سنه كافلين بان الدروس ايه تتنسي. ويحارب حروبنا، مش ربنا اللي بيحارب عنا، مش يقود الله في حروبنا، مش نقول عايزين ملك، ربنا اللي اختاره ويبقى بتاع ربنا، فمن خلاله ربنا يشتغل فيه معانا. لا، زي سائر الشعوب يحارب حروبنا، فربنا مش في الصورة. فسمع صموئيل كل كلام الشعب وتكلم به في أذني الرب، فقال الرب لصموئيل اسمع لصوتهم وملك عليهم ملكا. خلاص هم عايزين كده، اسمع كلامهم، أنا هحترم على رغبتهم وملك عليهم إيه، وملك عليهم ملكا. فقال صموئيل لرجال إسرائيل اذهبوا كل واحد إلى مدينته. وكان رجل من بنيامين اسمه، هيبتدي بقى الإصحاح اللي بعده، عرفش احنا الوقت كده خلاص ولا لا، خمس دقايق دي قصه لوحدها بقى، فانا نكت يعني. هتيجي بقى قصه اختيار شاول يعني ابونا يوحنا يكملها معاكم المره الجايه، لكن عايزين نقوله بس انه الانسان هو اللي بيصنع اختياراته، او اختياراته بتحدد مصيره، وربنا بيحترم حريه بيحترم حريه الانسان. عشان كده ازاي الانسان دايما يقدم ربنا ويقول يا رب انا مليش غرض غيرك انت، عايز اعمل الحاجه اللي تبقى ترضيك وتفرح قلبك. مش معنى كده الانسان ما بيفكرش، الانسان بيفكر،
لكن بيفكر في اللي عليه انه يفكر فيه. يعني زي دايما مثلا دي الطالب اللي بيذاكر معش مطلوب يفكر في النتيجة، لكن مفروض يعمل جدول مذاكرة ويقول عندي قد ايه واقسمه على قد ايه وقت، دي شغلته دي الجديد ديت، ده دور الفكر. لكن هجيب النتيجة ايه وبعديها يحصل ايه ويكون ايه شغلتي. ففكر، ربنا مش بيرفض فكرنا، لكن ازاي يكون دايما الهدف بتاعنا هو ان انا امجد اسم ربنا واعمل مشيئته ومرضاته. ساعتها اختيارات اللي انا ممكن احيانا اجيبها بفكري تبقى من ربنا، لانه انا مع ربنا. واضحه الفكره دي؟ دي مهمه قوي. يعني احيانا مش لازم تجيلي علامه من السماء ربنا يقول لي روح الحته الفلانيه اشتغل الشغلانه الفلانيه، مش لازم. انا هفكر واحط ايجابيات وسلبيات، بس في الاخر انا حياتي مقدسه وهدفي في الاخر ابديتي، وفدا هدفي ان انا افرح ربنا في كل ما اعمل. هفكر بقى في الشغلانه دي ايجابياتها كده وسلبياتها كده، ودي ايجابياتها كده وسلبياتها، فهختار ديت ما يبقاش غلط، وابقى واثق ان ربنا لو هو شايف ان دي حاجه وحشه ليا هيوقفها. بس دي في الاخر في حياه ايه؟ تسليم وحب لربنا واستقامه قلب. هم قلبهم ما كانش مستقيم، فالمشكله مش في الطلب، المشكله في ان القلب اللي بيطلب مش مستقيم. فحكايه انه يعني سؤال حضرتك وجيه، انه ايه المشكله في طلب ملك؟ القلب مش مستقيم، المشكله مش في الطلب في حد ذاته، وعشان كده ربنا بعد كده ادالهم ملك تاني بس بقى حسب قلبه. المره دي هو بقى اللي مختار، وبمقاييسهم ما ينفعش. يا إلهنا كل مجد وكرامة دائما ابديا. اي اسئله؟ اي مرسلت؟ تمام. طبعا هي طبعا انا عارف دي اسئله كلها اسئله مطروحه. هو اصل برضو انا عارف انه الاجابه دي مش هتريح، اللي هقولها مبدئيا مش هتريح، انه احنا لازم نعرف انه ربنا حساباته احنا مش هنعرف نقيس. يعني مش هقدر اقول له تعالى يا رب فهمني قول لي عملت في دي كده ليه وفي دي كده ليه، مش عارف ادرك الحسابات. احنا كتير نفسنا نلاقي معادله، السرعه بتساوي مسافه على الزمن، فلما عرفت السرعه يبقى وعرفت المسافه يبقى اقدر اجيب الزمن وهكذا. احنا عايزين حاجه نحط فيها المتغيرات، فلان كان عمره كده وعاش في كده وتولد في كده وكان اهله كده، وتطلع ده يروح السما ولا ما يروحش السما، ما مش عارف. ده كان ولاده وحشين وكان قاضي وكاهن وربنا رفضه، ده ما تقالش عنه نفس الكلام ليه؟ يعني الحسابات ايه مش قادرين، ما نقدرش نعرف. لكن اللي بنثق فيه انه الانسان اذا مهتمش اذا اهتمش بولاده ممكن يضيعه، وانه ما يكتفيش بانه انا فلان ولا انا في الكنيسه وانا ومش بهتم بولادي. يعني هو ده اللي يشغلنا. في اجابات، في اسئله الاجابات عنها صعبه، يعني ما اقدرش اديك اجابه بالتحديد. بيقولوا انه لا صموئيل، في اشاره كده في صموئيل اول 12 انه يعني رد ولاده، بس بصراحه اجابات ما هياش، ما اقدرش اقول قاطعه عشان بس ما بحبش اقول اجابات الواحد اراها كده وينقلها كده وهي مش مؤكده. لكن في الاخر زي ما بقول الدرس اللي انا اطلع بيه ايه؟ انه عالي اللي ضيعه، انه او السلبيه الوحيده اللي قيلت عنه انه ما رباش ولاده كويس، وانه صموئيل بكل يعني عظمته برضو ولاده ما تقلش عنهم كلام كويس، وده يخلينا قد ايه ان احنا محتاجين ندي اهتمام لدوت جدا. ايوه دينا. لا لا براحتك، نفس النقطه. طب اتكلمي يا دينا، اتكلمي في الموضوع. قال ان في واحده خادمه قربي وقالت له انا ولادي ضايعين وانا مش هقدر اكمل في الخدمه علشان اخدم ولادي، فقال لها بصي ربنا عمره ما هيسيبهم، بس انت لو خدمتي ولاد ربنا هياخد بالهم من ولادك. وبتقول من النقطه دي فضلت تخدم ولاد ربنا وتجيب ولاد للكنيسه وتخدم وكده لغايه ما ولادها فعلا رجعوا للكنيسه. فاني يعني ساعات يبقى واضحة قوي، يعني أنهي
لا طبعا محدش بيسيب بيته بس في نفس الوقت تمام. مهم قوي السياق، مهم قوي الكونتكست اللي الكلام بيتقال فيه. هي بتقول له انا عايز اسيب الخدمه عشان اهتم باولادي، فقال لها ما تسيبيش الخدمه عشان اولادي مش كويسين فهاهتم بيهم، فقال لها ما تسيبيش الخدمه واخدمي وربنا هيبارك في اولادك من اجل خدمتك. لكن هي لو كانت الخدمه هي السبب في ضياع ولادها يبقى تسيب الخدمه، يعني وابونا تدرس اكيد يقول كده، لانه مش ممكن حد يقول ان تكون الخدمه سبب في ضياع ولادي. لكن هي بتقول دوت لانها حاسه انه اذا كان ولادها مش كويسين يبقى هي ما تخدمش، وانها الحل الوحيد انها تسيب الخدمه. فهي بيقول لها لا ما تسيبيش الخدمه، وده ده ده الاجابه المنطقيه. واضح الفرق؟ يعني القضيه مش في انه الخدمه مش هي السبب في ضياع الاولاد، لكن لو الخدمه هي السبب لا، لان اولادي الاول. ايه الفايده؟ ايه الفايده ان انا اخدم اعظم خدمه ولادي ضايعين؟ ده اكيد، والا اورشليم والسامره واليهوديه واقصى الارض. فطبعا لا، لكن هو عايز يقول لها بس انه كملي في خدمتك وما تخليش ان اولادك مش كويسين ده يوقفك، لكن اخدمي اولاد ربنا وربنا هيبارك في اولادك، لكن اكيد اهتمي بيهم. ولو في عيوب شوفيها. وليه برضو السؤال يعني لا يزال هو اعتقد برضو اكيد الموضوع العام برضو ممكن تكون العنوان بتاع المحاضره دي ولا الكلمه دي ولا العظه دي كان عن الخدمه. لكن لو بنتكلم عن الاولاد فلازم اشوف طب ليه واحده بتخدم في الكنيسه ولادها اكيد في مشكله ما قبل العلاج. فبس يعني يعني هي كل حاجه لها الحاجات حدودها ايه، الحدود رفيعه قوي ما بين الحاجات، فلازم تبقى الـ احنا نحط الحدود مظبوطه في استخدام الكلام. القديسة مونيكا والأسقف أمبروزيوس أم أغسطينوس لما كانت بتعيط وتبكي عشانه وقال لها ثقي أن ابن هذه الدموع لا يهلك. يعني ربنا برضو بيستجيب لصلوات الآباء لأبنائهم حتى لو شافهم أن هم مش في نقطة تانية برضو عايز أقول لقدسك اللي حكيت الاختيار ما بيكونش حسب مشيئة الله أو ما بعرضوش على الله. اختيار إبراهيم لها اختيار يعني اختارها بناء على كلام صار، لكن ما عرضش على ربنا وقال لأخدها ولا لا، مع أن ربنا كان مدين الوعد قبل هذا الاختيار، وطبعا جاب لنا المصائب اللي احنا بنعاني منها لغاية دلوقتي. طبعا كان ده تفكير بشري. يعني هو قعدت ايه، ده مثل لطيف قوي للحكايه دي، ده مثل جميل للموضوع ان الانسان يستخدم دماغه بطريقه غلط. ربنا وعده هيهدي لك ابن وانت كان عنده 75 سنه، يعدي سنه واثنين وثلاثه والوقت مش في صالحهم، الوقت مش في صالحهم، دول ناس 75 وهي 65، فالوقت مش في الصالح. فكل سنه تعدي في وعد ومصدقينه بس كل سنه بتعدي بتقربهم من انه يفقدوا رجائهم في الوعد دوت. فعند 87 يعني بعد 12 سنة قالت له يكونش ربنا يقصد بقى، يعني نفسر بقى، يكون ربنا يقصد ان نعملها بان انا اديك الجريئة بتاعتي. تفكير بشري من كتر ما هي عايزة ايه، عايزة الحاجة دي، مش مستنية ربنا يديها لها في الوقت اللي هو يشوف. ومقاسات ربنا مظبوط ومواعيد ربنا مظبوط، وبطريقته ربنا يدي الحاجة في الوقت المناسب بالطريقة اللي يشوفها، واحنا واثقين في ده. فهي لما تدخلت بفكرها لخبطت الدنيا ولخبطت حياتها، وبعد كده قالت له مشيها هي وابنها. ويد على كل انسان ويد كل انسان عليه. اسماعيل طبعا. تفضل يا ابونا. بكرة إن شاء الله القداسات القداس من 12:30 ل3 يوم الجمعة برضو كده. تفضلوا نصلي. فلنسبح الرب لأنه بالمجد تمجد صعيد
سماوات أرسل لنا الباراقليط روح حق المعزي. آمين الليل يا جعل الاثنين واحدا صعيدا إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزي. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب يسوع المسيح من كل قلوبنا نشكرك لأنك وحدت السمائيين مع الأرضيين، جعلت لنا نصيب وميراث في مدينة لها أساسات، صانعها وبارئها هو الله. وأصبح يا ربي لنا رجاء في حياة أفضل، نظهر معك في مجد ونحيا معك في سلام وفرح إلى الأبد، في عرس أبدي وفي مجد أبدي. نشكرك يا رب لأنك أتيت لتعين العالم وتقدم لنا الخلاص مجانا. نشكرك يا رب لأنك اخترتنا قبل ما نختارك، لكن احنا ايضا يا ربي ايضا نختارك من كل قلوبنا. تبقى انت نصيبنا، تبقى انت عريسنا، تبقى انت حياتنا كلنا يا رب. اعطينا ان احنا نثبت في هذا الاختيار ونجتهد ان نجعل دعوتنا واختيارنا ثابتين. يا رب يسوع بارك شعبك واولادك في كل مكان، بارك أولادك في هذه الكنيسة وفي كل كنيسة، بارك أولادك وشعبك في مصر. وأنت قادر يا رب أن تظلل عليهم وتحول كل الأمور للخير ولإيمان كثيرين بك. أذكر يا رب أبونا اللي كلمنا بكلمات الحياة، عوضه وبارك خدمته يا رب وأعطي له نعمة فوق نعمة. أذكر كل من طلبوا أن نذكرهم أمامك يا رب، بركة أمنا الست العذراء، بركة كاروزنا مريم الروس، بركة القديس ماري جرجس المزاحم شفيع هذا اليوم. اقبلنا واستجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليه، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع كالملك. والآن محبة الله الآب، نعمة الابن، روحية شركة محبة عطية روح القدس تكون مع جميعكم انتم بسلام، وسلام الرب يكون معكم.